اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل عرض معرف للواتساب على تطبيقك الخاص ريكولر. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تأتي إلى الأعلى، تضغط على 3 نقاط في الأعلى، ثم تظهر معك قائمة على هذا الشكل. تضغط هنا على إعدادات، نأتي إلى نافذة الإعدادات الخاص بنا في هذه النافذة. أضغط هنا على عام، أو عفوا نقوم بالرجوع. نأتي إلى هنا هوية المتصل، نقوم بالضغط عليه، ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة. هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل، نأتي إلى عرض معرف المتصل للواتساب. أضغط هنا على العلامة الزرقاء هنا أو هذه الخانة، وهنا اختفت، يعني تم إلغاء تفعيل عرض معرف المتصل للواتساب على تطبيقك الخاص ريكولر. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك.